النمسا تنتقد إنهاء روسيا اتفاقية الحبوب وتصفها بالسفالة. مقاطعة نمساوية تعيد غرامات كورونا لأصحابها. حكومة فيينا ترسل آلافاً من الرسائل الخاطئة إلى السكان. جواز السفر النمساوي ثالث أقوى وثيقة في العالم. جامعة فيينا تحصل على أجزاء من جمجمة الموسيقار بيتهوفن. وحزب الخضر يطالب بتوزيع حبوب منع الحمل مجاناً على الفتيات. مرحبا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. انتقد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ روسيا بسبب إنهائها اتفاقية الحبوب واتهامها بتوظيف الجوع كسلاح. ووصف شالنبرغ من بروكسل تصرف موسكو بأنه سفالة، وأكد أنها صفعة للدول التي تعتمد على تلك الحبوب، وأشار إلى أن بوتين تراجع عن موقفه بإمكانية استئناف الاتفاقية بشروط روسية، وأيد شالنبرغ دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بحزمة شاملة، واعتبر أن عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي معلقة، ويجب تشكيل علاقة مجاورة بدلا من متابعة الأوهام الميتة. بدأت مقاطعة النمسا السفلى بإعادة مبالغ العقوبات المالية من صندوق فيروس كورونا بعد قرار المحكمة الدستورية بإلغائها. وتم إرسال آلاف الرسائل إلى المتضررين لاسترداد أموالهم بعد ملء استمارات خاصة. وقد حصلت أول امرأة تدير مطعما في شتوكراو على 660 يورو بعد قرار المحكمة الدستورية إلغاء عقوبة المطعم بسبب عدم الامتثال للقواعد المتعلقة بكوفيد-19، وقدر قيمة التعويضات ب 31.3 مليون يورو، وتشمل تكاليف متابعة العلاج والدروس الخصوصية. قامت بلدية فيينا بتوجيه رسائل لحوالي 3800 شخص من خلال رسائل طلب في البريد لإعادة مبالغ تصل قيمتها إلى 400 يورو عن طريق الخطأ. ودعا مكتب رئيس الحزب الاشتراكي النمساوي في فيينا بيتر هاجر آلاف سكان فيينا لاسترجاع المبلغ بسبب الخطأ التقني، وكان قد طلب منهم لعدم تقديم إثبات دخل قبل 24 من يوليو، وتبين أن هذه الطلبات غير صحيحة بسبب خلل في نظام المعلومات. وأكد هاجر أن الرسائل لا تتعلق بمكافأة السكن لعام 2023، وتم إرسالها بشكل صحيح. صنف مؤشر هنلي جواز السفر النمساوي على أنه الثالث على مستوى العالم في التصنيف للعام 2023. وتصدرت القائمة سنغافورة ب 192 وجهة سفر، تلاها ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ب 190 وجهة، فيما حلت النمسا في المركز الثالث مع 189 وجهة بدون تأشيرة، مع فنلندا، فرنسا، اليابان، لوكسمبورغ، كوريا الجنوبية، السويد، فيما انخفض تصنيف إنجلترا والولايات المتحدة إلى المراكز الرابع والثامن على التوالي، فيما بقي الجواز الأفغاني والعراقي والسوري في مؤخرة التصنيف. حصلت جامعة فيينا الطبية على أجزاء نادرة من جمجمة الموسيقار بيتهوفن، والتي يعتقد أنها الوحيدة المحفوظة في العالم. واستخرجت الجمجمة عام 1863، واحتفظ بها علماء في الولايات المتحدة، وتم تسليمها رسمياً للجامعات لعرضها في مجموعة التاريخ الطبي. وقد أثار هذا الاكتشاف تساؤلات بشأن صحتها، لكن الطب الشرعي في الجامعة أكد أنها حقيقية ومتطابقة مع قطع محفوظة في متحف التاريخ الطبي في فيينا، مشيرا إلى أن هناك دراسة جديدة لمقارنة الحمض النووي لتحديد صحتها. طالبت الناطقة باسم حزب الخضر ماري ديسوسكي بتوزيع وسائل منع الحمل مجانا للفتيات في النمسا. وقالت ديسوسكي إن نساء النمسا يواجهن صعوبات في تحمل التكاليف، مما يؤثر على حقوقهن الجنسية واتخاذ قرارات الإنجاب،
وطالب الحزب بتخفيض الضريبة على الأدوية للتخفيف من أعباء النساء اللواتي يعانين من ضائقة مالية. وأشار ديسوسكي إلى أن المنشطات الجنسية للرجال معفية من الضرائب، فلذلك يجب العدل في هذه الحالة. وهذه هي النمسا أعزائي المشاهدين، كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.